في قلب القاهرة أقيم معرض سيراميكا ماركت للبيع المباشر بحضور 34 شركة مصرية للسيراميك ما بين مصنع ومصدر ومستورد. وجود المصانع الموجودة طبعا هدفها هو تصدير مع تنشيط السوق المحلي. التصدير ده من خلال ان احنا بنجيب عدد كبير جدا بندعوهم لزيارة المعرض وافتتاح المعرض، زي ما حضرتك هتشوفي كمان شوية عدد 15 سفير أفريقي وعربي جايين يبحثوا عن منتجات مصرية محتاجها دولتهم، فعشان يحصل تبادل تجاري بين المصانع اللي هنا وبين الدول الموجودة المضيفة يعني. شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة على رأسها لفيف من السفراء العرب والأفارقة والأجانب. Yes, it's really very important. That's why every time when the exhibition is held, I attend it. Because it's a very good opportunity to familiarize ourselves and our possible consumers with the products which are available. استمر المعرض لمدة 4 أيام ابتداء من 29 من أكتوبر وحتى 1 نوفمبر، متيحا الفرصة أمام أكبر عدد من المشترين والذين بدأوا التوافد على المعرض منذ الساعة الأولى لافتتاحه. المرة دي أنا فرحان لأن أنا لقيت هنا في حاجة كويسة إن هقدر أتمكن منها إن أنا أشتري، يعني المزايا إن مش عرض فقط لأ، وبعدين الشركات مصرية جميلة جدا، يعني أنا ساكن بالقرب من الفجالة، الشركات دي عندي، بس لقيت هنا عرض أكتر وخصومات أكتر. كما أتاح المعرض الفرصة أمام الشركات المصرية لعرض منتجاتهم بأسعار تنافسية أمام المشتري المحلي، مع فتح أسواق جديدة لهم بالخارج. استفادت بقى المستهلك بوجود معرض زي ده لما يبقى كل الأسامي الكبيرة اللي موجودة في المعرض بتنافس بشكل جميل وشكل مشرف لتقديم أعلى خدمة للعميل. اللي بقى بنعمل يعني احنا عاملين هدايا ذهب وعاملين مش عارف ايه وكذا وكذا، وكل الشركات برضو اللي موجودة عاملة هدايا وعاملة تواجد، فدي بتبقى حاجة المنافسة دايما بتغني وبتخلي في غنى في أي صناعة وفي أي مجال، وتواجد المنافسة بشكل مستمر هو أول واحد بيبقى مستفيد منه المستهلك اللي احنا كلنا جايين نخدمه النهاردة إن شاء الله. يقام معرض سيراميكا ماركت مرتين سنويا، وتمتاز الدورة الثانية من كل عام بتقديم تصفيات للمنتجات بخصومات تصل إلى أكثر من 50%.